أكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح على أهمية اجتماعات وزراء الصحة الخليجيين ضمن منظومة العمل الخليجي، وقال في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا على هامش مشاركته في الاجتماع الخامس لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي إن تلك الاجتماعات تهدف إلى التخطيط ومتابعة تنفيذ البرامج ذات العلاقة بالصحة ضمن الخطة والبرامج التنموية والرؤية المستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة بما يعود بالخير على المواطنين بدول المجلس. اختتمت منافسات النسخة السادسة من دورة رياضة المرأة الخليجية التي انطلقت في الكويت يوم 20 أكتوبر الجاري، وشهدت مشاركة 6 منتخبات تنافست في 11 لعبة فردية وجماعية. وشهدت الدورة التي أقيمت برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اقتناص منتخب البحرين الميدالية الذهبية في منافسات كرة قدم الصالات بعد فوزه في المباراة الختامية على مضيف الكويت 4 أهداف من دون رد.